سقطت ثلاث قذائف هاون أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل الخميس حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي بعد أكثر من ساعتين على بدء تهدئة مؤقتة. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن القذائف سقطت في منطقة أشكول القريبة من جنوب قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي شن 37 غارة على غزة في الساعات التي سبقت الهدنة والتي تأتي ببادرة من الأمم المتحدة مخلفا مزيدا من القتلى في صفوف المدنيين الأبرياء. الجيش الإسرائيلي أكد كذلك أنه نجح في صد هجوم نفذه مقاتلون تسللوا من غزة عبر نفق باتجاه إسرائيل، ما أوقع قتيلا على الأقل في صفوف المقاتلين الفلسطينيين. آلة الحرب الإسرائيلية وكعادتها لا تفرق بين أمنيا أو مدنيا وبين كبير وصغير. فريق تلفزيوني فرنسي وثق عشية الأربعاء فصلا آخر من فصول الجريمة التي يتعرض لها الفلسطينيون، حيث استهدفت نيران البوارج الحربية الإسرائيلية مجموعة من الأطفال الفلسطينيين كانوا يلهون على شاطئ البحر لترديهم قتلى. إسرائيل قالت إنها تحقق فيما وصفته بنتيجة مأساوية، غير أنها واصلت في الوقت نفسه استهداف المدنيين في مناطق أخرى في القطاع.